رجل المباراة دون منازع كان هذا اللاعب المتألق أحمد قاسمي الذي سجل 3 أهداف من بين 4 لاتحاد الجزائر في شباك وداد تيلمسان الذي تلقى دفاعه أول تهديد بعد هذه التسديدة القوية من سيجر فوق العارضة. أمور وداد تيلمسان تعقدت مع البداية إثر الخروج الاضطراري لبوسبحة بعد إصابة في الرجل اليسرى. نلعب الدقيقة 17، شافعي من وسط الميدان لبن موسى حولها كما جاءت لقسمي بدوره، نجح في الوصول إلى شباك مازوزي الحارس التلمساني مسجلا أول أهداف المباراة لاتحاد الجزائر. شافعي في الدقيقة 25 لم يكن محظوظ عندما جنبت كرته القائم لمرمى مازوزي، رد عليه 5 دقائق بعد ذلك سامر بهذه الكيفية من جانب وداد تيلمسان الذي تلقى هدف ثاني بعد كرة ثابتة ردها الحارس التلمساني، وجدت شافعي في المكان المناسب ضعف النتيجة مانحا تفوق لاتحاد الجزائر خلال الشوط الأول بهدفين دون رد. مباشرة بعد بداية المرحلة الثانية سيجار داخل منطقة العمليات، تمرير على طبق لقسمي دون عناء أضاف الهدف الثالث لفريقه والثاني له بعد مرور 52 دقيقة من اللعب. نلعب دقيقة 64، قسمي مرة أخرى تمكن من الوصول إلى شباك الحارس التلمساني معزوزي بهذه الكيفية تحت أنظار الناخب الوطني الذي تابع اللقاء بكامله، وكادت النتيجة أن تكون أثقل بعد هذه التسديدة القوية من بن موسى. بالجهة المقابلة لم يفلح سمار في تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع ونهاية المباراة ب4 أهداف دون رد لاتحاد الجزائر أمام وداد تيلمسان. قلتلك كما قلنا الحمد لله اليوم انا كان كونفيرمي ريزلتا تاع ماتش جيازكا اليوم، قدمنا مقابله في القمه اداء ونتيجه ان شاء الله، لا فيكتوار هذه تخلينا ان شاء الله باش ان شاء الله نوليو للنيفو تاعنا ونجيبوا لا كونفيونس اللي كانت كما نقول لك غايبه علينا في المقابلات اللي فاتوا. الدوزيام بوت سايتي فاتال لي سورتو الدوزيام بوت نوزا كوبي نوزا سي لي جون توجور ايتيل كو ان شاء الله حنا نتمناو باش اون دو ترافايي باش ان شاء الله نخرجوا من هذه الوضعيه.